احتفال بتخرج الدفعة الثانية للمدرسة التي التحقت سنة 2022 والتي استفادت من تكوين لمدة سنتين. الدفعة تتكون من 113 مهندس دولة في التسيير التقني والحضري و113 أيضا مفتش رئيسي للنقاء والنظافة العمومية والبيئة. هدف من المدرسة وهو التفتح على المحيط الخارجي وتكون أداء بإذن الله للجماعات المحلية وخاصة لبرنامج السيد رئيس الجمهورية لتجسيده على أرض الواقع في كل ما يخص المدن والتعمير والبيئة. قمنا بعدة اتفاقيات اليوم الحمد لله، قمنا بإمضاء اتفاقيتين، الأولى مع جامعة شلف اللي فيها عدة طلبة هم تلاميذ مدرسة خريجي الجامعة، ومجمع جي اس بي فيه المهمة الثانية وهي درس كلت وتحيين مستوى لإطارات جماعات المحلية. لحد الآن قمنا بتحسين مستوى لألف موظف.